وعودة مرة أخرى مع أهم وأبرز أخبار الملاعب العربية، والبداية بالنصر الذي يواجه الشباب في كأس السوبر السعودي اليوم. يشهد ملعب الملك فهد الدولي مساء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي النصر بطل الدوري والشباب بطل الكأس في مباراة السوبر السعودي قبل بداية الموسم الجديد. يتطلع كلا الفريقين لتحقيق اللقب الأول له بعد أن تم استحداث البطولة في الموسم الماضي لأول مرة وفاز بها فريق الفتح، واستعد النصر حامل لقب الدوري للموسم الجديد من خلال إقامته معسكر في تركيا، بينما استعد الشباب من خلال معسكر هولندي. ويعتمد الإسباني راؤول كانيدا المدير الفني للنصر على نجم الفريق محمد السهلاوي والقائد حسين عبد الغني من أجل تحقيق الفوز في المباراة، في حين يعتمد الشباب على كل من نايف هزازي وأحمد عطيف وعمر الغمدي. ولسه مكملين من السعودية، وأهلي جدة يدعم صفوفه بالتعاقد مع النيجيري بروميس. تعاقدت إدارة نادي أهلي جدة السعودي مع النيجيري إسحاق بروميس لاعب أنتاليا سبور الانضمام لصفوف الفريق لمدة موسم واحد. وذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة أهلي جدة ضمت اللاعب لتدعيم خطوط وسط الفريق في الفترة المقبلة، ولم تعلن عن قيمة التعاقد. ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريب تدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه وقع على العقد في مقر إقامة الفريق في لوزان بسويسرا. والهلال السعودي يجدد للشمراني موسمين. أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي عن تجديد تعاقد مهاجم الفريق ناصر الشمراني لمدة عامين بعد المستوى المتميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية. وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي جددت للاعب مساء أمس دون الإفصاح عن قيمة التعاقد. يذكر أن الهلال سيواجه العروبة في أولى مبارياته بالموسم الجديد غدا الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. والنصر الإماراتي يتعاقد رسميا مع البرازيلي غارسيا. أعلن نادي النصر الإماراتي التعاقد رسميا مع البرازيلي رينان غارسيا لاعب وسط سامادوريا الإيطالي لمدة عامين، ومن المقرر أن يلتحق اللاعب خلال اليومين القادمين بمعسكر الفريق المقام حاليا في مدينة ميونخ الألمانية حتى 13 أغسطس الجاري. وسيكون غارسيا بديلا في صفوف النصر لمواطنه ليونارد دوليما وسبق أن لعب غارسيا الذي يحمل الجنسية الإسبانية في صفوف الفريق أتلتيكو مدريد مينيرو وسانتا كروز البرازيليين وسلتا فيغو الإسباني وفيتوريا جاماريشا البرتغالي قبل الانتقال إلى سامادوريا على سبيل الإعارة مقابل 3.2 مليون يورو. مشاهدينا ده معادنا مع الفاصل الثاني، وبعد كده هنرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العالمية، ابقوا معنا. وعودة مرة أخرى مع أهم وأبرز أخبار الكرة العالمية، والبداية بريال مدريد الذي يجدد عقد بنزيمة حتى عام 2019. جدد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني تعاقده مع الفريق الملكي قبل عقده الحالي مع الفريق. وقال النادي الملكي أنه لن يجدد أنه تم تجديد عقد كريم بنزيمة لخمسة مواسم إضافية حتى 30 يونيو ليضع حد لجميع وقال النادي الملكي أنه تم تجديد عقد بنزيمة لخمسة مواسم إضافية حتى 30 يونيو 2019 ليضع حد لجميع التكهنات حول مستقبله مع الفريق. وينتهي عقد بنزيمة الذي انضم إلى ريال عام 2009 إلى 30 يونيو 2015، وكانت هناك تكهنات برحيله عن الفريق في المرحلة المقبلة.
وخضيرة يقترب من الأرسنال الإنجليزي. اقترب الدولي الألماني سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد من الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 24 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ذكرت صحيفة دايلي ستار البريطانية أن مسؤولي الجانرز اتخذوا خطوة أكثر جدية لضم خضيرة بعد أن تبين عدم وجود رغبة ناديه في الإبقاء عليه. وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال ستكثف جهودها من أجل إجبار اللاعب على الرحيل للاستفادة منه ماديا، خاصة وأنه لم يتبقى في عقده سوى 12 شهر فقط. وألمان سيتي يزاحم ريال مدريد على ضم فالكاو. كشفت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في مفاوضات مع موناكو الفرنسي من أجل التعاقد مع مهاجمه الكولومبي رادمال فالكاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت الصحيفة أن الرغبة الأولى للاعب الكولومبي في حالة خروجه من فريق الإمارة هو الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني لمجاورة زميله السابق جيمس رودريغيز المنتقل حديثا إلى النادي الملكي. ومانشستر يونايتد يرصد 10 ملايين استرليني للتعاقد مع دي يونغ. يواصل مانشستر يونايتد الإنجليزي محاولاته للحصول على خدمات الهولندي نايجل دي يونغ لاعب وسط ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب موقع توتو ميركاتو الإيطالي، فإن إدارة المان يونايتد رصدت 10 ملايين استرليني لضم لاعب بداية من الموسم المقبل. جاء اهتمام الشياطين الحمر بالدولي الهولندي عقب رغبة فان جال المدير الفني للمانيو في الحصول على خدمات اللعب. وأتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع أندري. يسعى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع الألماني أندري شولي المهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز قوة الهجوم بعد تعاقده مع الثنائي أنطونيو غريزمان وماريو مانزوركيتش. وبحسب صحيفة إيسا الإسبانية، فأنا دييغو سيموني المدير الفني للفريق يريد التعاقد مع اللاعب الذي كان قد انتقل الموسم الماضي لتشيلسي من باير ليفركوزن مقابل 23 مليون يورو، وقد تزيد قيمته بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب الماكينات الألمانية. وموناكو يزاحم سان جيرمان لضم دي ماريا. كشفت صحيفة مونو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي موناكو الفرنسي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت الصحيفة أن إدارة فريق موناكو رصدت 55 مليون يورو لضم اللاعب الذي كشف عن نيته في الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف، خاصة بعد تعاقد النادي مع كولومبي جيمس رودريغيز. والاتحاد الأرجنتيني يعرض على تاتا مارتينو تدريب منتخب التانجو. أكد مسؤول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنهم سيجتمعون بمدرب برشلونة السابق تاتا مارتينو ليعرضوا عليه مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني خلفا لمواطنه أليخاندرو سابيلا. وأرجأت وفاة خوليو غرونوندا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لحسم الإدارة الفنية للمنتخب الأرجنتيني، لأنه كان من المتوقع أن يجتمع الراحل غرونوندا مع مارتينو لعرض المهمة عليه، ولكن هو توفى قبل هذا الاجتماع. وتأكد قرار الاتحاد بعرض المهمة على مارتينو، وذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهو الاجتماع الذي تقرر فيه إسناد رئاسة الاتحاد إلى لويس سيجارا نائب رئيس الاتحاد. وده ما عدنا مع تذكرة بأبرز وأهم العناوين. الأهلي يواصل الاستعداد لنكانة في مدينة كيتوي اليوم. الأهلي يفاوض بركات لرئاسة لجنة التعاقدات. أزمة جيبور تقرب إسلام جمال من الانضمام إلى الزمالك. النصر يواجه الشباب في كأس السوبر السعودي اليوم. وأخيرا رسميا ريال مدريد يجدد عقد بنزيما حتى 2019.
مشاهدينا انتهت أخبارنا النهاردة، لكن استنونا يوميا في 6 مساء مع أهم وأبرز أخبار وعناوين الرياضة في جميع بقاع العالم. ابقوا معنا في لقاء آخر، أراكم في لقاء آخر. إلى لقاء آخر. We'll be right back.